صباح الخير مرة تانية. ويمكن بعد يعني أو في خلال أحداث القمة الأفريقية كان يمكن الحدث الأهم اللي لفت النظر أو خد النظر عن ما هو مهم في هذه القمة هو موضوع ما حدث مع البشير. لكن هو القمة أساسا هي قمة لها أبعاد سياسية واقتصادية، والأهم من كده كمان دور مهم جدا لمصر بيعود وبيعود كل يوم ويتأكد كل يوم في القارة الإفريقية بعد سنوات من التهميش لأسباب كتيرة جدا، ثم سنوات بقى من الانهيار خالص تماما. يعني ما كده الحمد لله في محاولات جدية للرجوع، وكان يمكن أولها وأهمها هي خطوة التعامل مع أزمة وملف سد النهضة. هنتكلم النهارده عن هذا الموضوع، وبرحب بضيفي الدكتور مدحت خفاجي وهو عضو اللجنه القوميه للري والصرف بوزاره الري. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. تعليق حضرتك يا فندم على عوده مصر للمشاركه الافريقيه وان تعود مصر الى دورها في الساحه. هو الحقيقه يعني احنا ما رحناش افريقيا الا لما للاسف ان امريكا قالت ان المستقبل واعد جدا بالنسبه لافريقيا. ليه؟ لان الخامات كلها استنزفت في العالم الجديد وجنوب شرق اسيا والحتت دي وروسيا كمان، فاللي لسه الخامات بتاعتها واعده هي افريقيا. وبعدين في 600 مليون واحد في افريقيا، فده السبب اللي خلت مصر تهتم بشريه يعني. فممكن ده يبقى مستهلك رئيسي للمنتجات اللي هي راكده في السوق العالميه من كل المنتجات الصناعيه. فاحنا الحقيقه اتجهنا، ودي فرصه مصر لاقتناس هذه الفرصه. بس الحقيقه هو مشكله افريقيا ان اكثر الدول ما معاش فلوس الحقيقه تشتري المنتجات دي، فيجب ان احنا نساهم وندلهم على الطريقه ازاي ينموا بلدهم بحيث الدخل القومي بتاع كل بلد ترتفع، بحيث ان يقدروا يشتروا المنتجات اللي احنا هنبيعها لهم. طب على المستوى الاقتصادي يا فندم، ايه اهميه بقى المستوى الاقتصادي، مش بس الاقتصادي والسياسي، والحقيقه هما الاثنين متسقين جدا، يعني اهميه تحديدا ما حدث في جوهانسبرغ خصوصا ما حدث قبله بايام قليله جدا في شرم الشيخ برضه. هو الحقيقه دولت عدد الدول كبير جدا يشكل كتله جامده جدا في الامم المتحده. فمن ناحيه سياسيه مهمين جدا انك تاخد اصواتهم في اي قرار للامم المتحده. ثانيا الدول دي واعده اقتصاديه. هم كمان بيقولوا ان اصلهم مصري. يعني انت لما تروح الصومال مقديشو مثلا، الصوماليين يقولوا احنا اصلا مصريين، وثبت جينيا اخيرا كانوا فاكرين ان اللي حصل السكان هجرهم كانوا فاكرين الاول من اثيوبيا وعدوا البحر الاحمر وانتشروا في اسيا واوروبا، لكن ثبت ان كل الاجناس دي جينيا من الدي ان اي او الحمض النووي ان طلعت من مصر عن طريق سيناء، لان ما فيش اي منع مائي. طبعا دلوقتي في منع مائي، لكن انا بتكلم على الاف السنين. واحنا يعني حصل populated اوروبا واسيا وافريقيا طبعا، لان احنا اقرب لافريقيا. طيب خلينا بقى نتكلم على تحديدا السودان وعلى الملف الامني المتعلق بالسودان، ويمكن برضو مصر لها دور في هذا الموضوع وبرضو في هذه الازمه بشكل عام، يعني كلمنا اكتر عن هذا الموضوع. هو الحقيقه انا رايي ان سبب الصراعات اللي بين القبائل اصلها اقتصادي، يعني لان مفيش حقيقه تنميه اقتصاديه. يعني ما انت ما تشوف خريطة جنوب السودان ما تلتقاش مستشفى مثلا، ما فيش خدمات صحيح. ما فيش مصنع، ملوش حاجة خالص يعني. فاللي عايشين حياة كأنها بقالها 4-5 آلاف سنة لم تتغير. فهي دي وظيفة مصر في القارة الإفريقية. للأسف إن جنوب أفريقيا مش مدية أهمية لهذه القارة. ليه؟ لأن جنوب أفريقيا أولا عدد السكان قليل قوي، 35 مليون. ثانيا هي مكتفية ذاتيا تقريبا بمواردها، وما معهاش فلوس تدفع وإحنا برضك ما معناش فلوس، لكن ما عندهمش الهدف العالمي إنهم ينموا اللي حواليه. طيب خلينا بقى نتكلم برضو على جنوب السودان بالظبط. جنوب السودان
الحقيقة مهمة جدا بالنسبة لمصر، لأن أي زيادة في مياه النيل اللي هي مكتوب في أضابير وزارة الري يزيد 37 مليار متر مكعب، احنا 35.5، فتلتين الكمية مش هتيجي إلا من جنوب السودان. ما قناة جونجلي يجب ان احنا نخلصها طبعا، نخلص تربحها دي حدنا 7، وبعدين نعمل قناة مشار اللي على بحر الغزال، وفي بحر الزراف، وفي مليون، في كتير جدا من المية اللي بتطلع من بحيرة فيكتوريا والمطر بتدخل مستنقعات وما بتجيش مصر. فاحنا محتاجين المية بتاع جنوب السودان لتنمية أعلى النيل، لأننا عندنا فقر مائي. مش هيجي إلا إن احنا حسب شيوخ وزارة الري اللي اشتغلوا في المنطقة دي زمان، اللي سنهم دلوقتي فوق 80 سنة، قال لك يجب إن احنا نتفق مع القبائل، لأن اتفاق مع الحكومة لا قيمة له، لأن الحكومة تقريبا ملهاش سلطة على القبائل. ونقول لهم احنا هنعمل لكم مستشفيات، وهنجيب لكم مدارس، وقصاد كده تسيبونا نعمل مشروعات الري. طيب تحديدا بقى، وفي هذه اللحظه احنا بنتكلم فيها ديت، سد النهضه بقى، القصه دي كلها الى اي مدى، واحنا فين دلوقتي، وهل احنا في ازمه حقيقيه ولا لا، ولا كل المساعي اللي حصلت ديت ادت الى تحسن؟ انا رايي، وانا قلت، ولا هي مجرد كلمات؟ انا رايي قلته قبل كده في التلفزيون الحقيقه كذا مره، ورأي عادل ومتوازن، ان هم ما فيش ولا نقطة مية هتستفيد منها اثيوبيا. ازاي بقى؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ هم السد، الثلاث سدود اللي هيتعملوا دول على بعد 50 كيلو من حدود السودان، هيعمل بحيرة وراه 73 مليار متر مكعب، يعني تقريبا نص بحيرة السد العالي في السعة. هي حواليها جبال بتتراوح من 500 متر ل 3000 متر. فلا يمكن، ما فيش سهول، ما فيش ارض مسطحه يروا بها من الميه. فلا يمكن هيستفيدوا من الميه من ناحيه الميه. في غايه. اطلاقا. ماشي، امال ايه الاستفاده في الكهرباء؟ الكهرباء بس. طيب بس. احنا متأثرين ازاي بقى؟ لا احنا، انا رايي ان في استفاده. والله ازاي؟ استفاده ازاي؟ اولا نتكلم على الخساره عشان نخلص يعني. ماشي. الخساره مش هتيجي الا اثناء الملء الخزان اللي هو 73 مليار. احنا عندنا 140 مليار يقضونا 5 سنين لو حتى منعوا المي. ليه؟ لان اللي بيجي من هناك حوالي لنا 38 مليار من ال 55، الباقي جاي من اعلى النيل اللي في جنوب السودان واوغندا. فالميه اللي عندنا لو حتى قفل الحنفيه 5 سنين الميه اللي في بحيره السد العالي تقضينا. لكن هم مضطرين يفتحوها عشان يجيبوا كهرباء، والا السد ينهار برضه. يعني ايه؟ يعني هو تصرف النيل الازرق 49 مليار في السنه متوسط، يعني لو ملوه في سنه ونص ممكن يملوا البحيره دي في سنه ونص. بعد كده لازم يفتحوا المي والا السد ينهار. فاحنا يعني احنا بنقول على اقصى ما يعملوه، اوحش سيناريو. اوحش سيناريو. فاوحش سيناريو ده انت عندك خزان هيديك 5 سنين، فيجب انك تستحمل. انت هتخسر، ده اول حاجه، ان الـ ان الـ ان الخساره المائيه ما فيش. اللي هتخسره فعلا هو 400 ميجا وات. ان مستوى الميه في السد العالي، بحيرة السد العالي هيبقى اوطى شويه. لكن هم مستعدين يدوك 1000 ميجا بسعر متهاوت جدا. ليه؟ مستعدين يدوك لانك انت المنفذ الوحيد لبيع الكهرباء اللي اللي هم ناويين ينتجوها من 14 حوض نهر. احنا بيجي لنا 3 منهم، عطبره والصباط ونيلاس. ما عندهم 14 حوض نهر ممكن يطلعوا منهم 37 مليار 37 ألف ميجا وات. فهم استهلاكهم حاليا 1000، فهم هينتجوا 37، فهم عايزين يصدروا الكهرباء دي لأوروبا.
عن طريق ما فيش وسيله ثانيه للتصدير الا مصر. ليه؟ لان مصر فيها جغرافيا قبل اي حاجه يعني. فهم مستعدين يدوك ال 2000 ميجا وات ويدوا للسودان 1200 من ال 7000 ميجا وات اللي هينتجوا. هو الخطوره من السد على السودان وليست على مصر، لان هتغرق لو نفرض السد انهار، لان على تربه بركانيه الخرطوم هيبقى المياه علوها 20 متر. لكن هم السودانيين مبسوطين. ليه؟ لانهم هيزرعوا 5 مليون فدان في ارض الجزيره صيف شتاء، بعد ما كانوا بيزرعوها في الشتاء بس. وفي الصيف بتتغمر بالفيضان. فده السبب ان هم مستعدين ياخدوا المخاطره. طيب خلينا بقى نتكلم على وبشكل عام برضو على التعاون الاقتصادي بين مصر وبين افريقيا في كل المستويات. احنا اتكلمنا طبعا مياه النيل هو او ملف النيل ده شكرا. بشكل عام كيف يمكن ان تستفيد مصر من افريقيا والعكس برضو؟ هو الحقيقه يعني انا مش موافق على السياسه الحاليه. اللي هي ايه اهم السياسه الحاليه؟ ان دول حوض النيل بنعمل خدمات له، ماشي. اللي هي عباره عن طنبات ميه ارتوازي عشان تشربهم والماشيه بتاعتهم الشرب، ونعمل لهم بعض المستوصفات. ما حصلش انه عمل مستشفى ولا مدرسه ولا يعني. دي كلها خدمات عايزه صيانه وعايزه فلوس نصرفها كل سنه. السياسه الحقيقيه انك تنمي الاقتصاد بتاعهم يوم هم يصرفوا على الخدمات، وليس عكس انك تعمل لهم خدمات وانت تصرف على الخدمات. ايه تنمي الاقتصاد ازاي؟ هو اهم حاجه عندهم هي الماشيه يليها الزراعه. المنظومه الزراعيه في السودان واثيوبيا ودول حوض النيل ما عدا وصب صحارى اللي تحت مستوى الصحراء، ما فيش الا دوله واحده، سيبك من جنوب افريقيا لان دوله اوروبيه يعني. اللي هي بوركينا فاسو هي اللي عملت تنميه اقتصاديه. هو فكره دوله اوروبيه خلاص. اما هي اصلا ماسكنها الاوروبيين. ماسكنها الاوروبيين اساسا. افريقيا برضه يعني مفروض. ايوه لكن هي ما تمشي في جنوب افريقيا كانك في اوروبا. عقبال ده. والدليل على كده ان هم اول دوله سنه 72 عملت زراعه قلب في العالم. صحيح. مستوى عالي. بوركينا فاسو هي الوحيده اللي عملت تنميه زراعيه كويسه، بحيث انها بتنتج قطن اكتر من مصر. دلوقتي. لكن بقيه الدول القاره ما فيش تنميه اقتصاديه حقيقيه. هو ايه المشكله؟ لو مسكنا الزراعه. الزراعه مطريه في الاساس. حكايه ان الزراعه تبقى مطريه فقط ده انتهت من العصور الوسطى في العالم الجديد. لازم تبقى في ري مساعد. ليه؟ لان المطر مش منتظم. وده سبب المجاعات. في اساليب ري حديثه في العالم كله. ان هو ياخد من المياه الجوفيه. المياه الجوفيه في القاره كلها على 2 متر، في الخرطوم حتى على 2 متر. فيجب ان هو ياخد زي مثلا فلوريدا مثلا او زي تكساس. بيعتمدوا على المطر، لكن اما المطر يقل او في الموسم غير المطير بيعتمدوا على المياه الجوفيه. حتى مثلا في الولايات اللي هي على نهر المسيسيبي ما بيعملوش ترعه من نهر المسيسيبي لميزوري مثلا، لا هم بياخدوا مياه جوفيه اوفر. صحيح. بدل ما يعمل ترعه في اعتماد كمان على مصدر تاني يعني. فهو يعني مثلا ايه، ما نشوف مثلا في السودان في الدويم جنوب الخرطوم الفدان الذره. الذره هناك عويجه عشان اللي هو السرجم. اوكي. بيجيب كام؟ نص أردب. اوكي. في مصر بيجيب من 25 ل 30 أردب. لو اتعمل له ري مساعد من المياه الجوفيه هيجيب 20 و30. فدي واحده. لازم تساعدهم على انهم يعملوا طرمبات ارتوازيه بتاعه الطريق الصحراوي كده. وتساعدهم على انشاء شركات يا مصريه يا سودانيه. دي واحده. بالنسبه للماشيه، العجل هناك بيوصل ل 200 كيلو في 4-5 سنين في اثيوبيا والسودان. في حين ان المفروض العجل حتى في مصر بيوصل 200 كيلو في 6 اشهر. فلما بيوصل ل 4-5 سنين
على ما هو اقل حاجه 200 كيلو اتذبح، فما فيش له سوق عالمي لان اللحمه بتبقى خشنه وما هيش طاغيه. صحيح. ولذلك مع هذه الثوره الحيوانيه اللي مثلا في الصومال القطعان مثلا طولها على مدى البصر 4-5 كيلو، لكن جودتها مش قد كده، جودتها سيئه وما فيش حد بيشتريها الا السعوديه في اثناء الحج. لكن جميع البلاد حتى مصر بتستورد 90% من اللحوم المستورده من امريكا اللاتينيه. ايه الحل؟ الحل اللي اتعملته سويسرا والارجنتين والجنوب امريكا ان هي بدل اعتماد على الحشيشه السودانيه في الرعي لازم يزرع من اللي هي 3.5% بروتين. لازم يزرع نبات بقولي اللي هو البرسيم الحجازي في المراعي بتاعت اثيوبيا والسودان اللي هي بتدي 22-24% بروتين، فبالطريقه دي يقوم العجل يستوي على سنه يبقى 350 و400 يوم يقدروا يبيعوه. اولا ما فيش صناعه البان اطلاق مع كل في افريقيا، يعني بيستوردوا اللبن اللي هو الالتراهين من مصر وغيرها. يعني في مثلا في الفندق برضه لعدم جوده ابقى لما ما عندهمش متعودين انهم يحلبوا البقره وياخدوا اللبن ويعملوا جبنه، ما فيش جبنه اساسا ما فيش جبنه في السودان يعني مستورده. اوكي كلها؟ اه تقريبا ما فيش جبنه، حد بيعمل جبنه في السودان ولا جنوب السودان ولا اثيوبيا كمان، من عنده اسبوع في اثيوبيا. يعني هم هو الغرب ما عندوش اي حافز انه يساعدهم في التنميه الاقتصاديه. لما انت تنمي الاقتصاد بتاعهم وتستورد منهم اللحوم اللي هتبقى كويسه وهيبتدوا هم ينتعشوا اقتصاديا، ممكن يصرفوا على الخدمات بتاعتهم، وثانيا يستوردوا منك البضاعه بتاعتك. طب واحنا مستفيدين منهم ايه بقى؟ ما انت اول حاجه الميه. تمام. غير الميه؟ غير الميه انك تبيع انت البضاعه بتاعتك مش جيده زي جنوب شرق اسيا طبعا، فهي مستواها بعدها هي والادويه، فانت ممكن تبيع لهم الدواء وتبيع لهم المصنوعات اللي هي منخفضه المستوى له، ومثلا تبيع لهم ثلاجات وغسالات واير كونديشنر وكل الحاجات اللي بتبيعها انك عندك انتاج. طب مش هو المفروض اللي فهمته كمان ان هم هناك عندهم مستويات في الاقتصاد، يعني في دول متقدمه اكتر شويه اقتصاديا او حالها احسن؟ اما يعني مثلا ايه لو خدنا الدخل الفرد في اثيوبيا في السنه 100 دولار في السنه؟ اوكي فارق جدا. السودان شرح جنوب يمكن 30-40 دولار. طبعا 100 دولار وحاجات زي كده دي يعني ما يقدرش يشتري حاجه. صحيح. الدول الغنيه هي جنوب افريقيا النيجيريا والجابون يعني. اوكي. وغينيا استوائي. مش غانا. غينيا. اوكي. ده كان في غانا وغينيا. غينيا اللي هي على المحيط الاطلنطي. تمام. الجابون بتنتج حوالي 1,000,000 برميل بترول، ونيجيريا بتنتج 5,000,000 برميل في اليوم. دي البلاد اللي هي غنيه، وطبعا ليبيا والحاجات دي في الشمال. دكتور مدحت خفاجه انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا. ويعني يعني هو الحقيقه المشكله ان احنا كمان عندنا مصادر كتيره جدا، مصادر طبيعيه كتيره جدا في القاره الافريقيه عموما، فاحنا عايزين نشوف وبنحاول نشوف ازاي نقدر نستثمر فيها باحسن طريقه ممكنه. بشكرك. يعني ممكن عايز ازود حاجه بس، ان هي الفكره، الكلام اللي بنقوله كلام شخصي يعني. انا رايي ان يجب ان نعمل قانون للثينك تانكس او مركز الفكر، بحيث الحكومة تبقى ملزمة بأنها تشوف إيه اللي بيقولوه مراكز الفكر ده، وكل مركز يعني مركز ما فيش إلا معهد دراسات إفريقية في كل الاقتصاد، لكن الحكومة ما بتستعملش أي دراسات بتاعته لوضع خطة. فلازم الأدراج لا يجب إنها تدي مكافأة للخطة نظير المتابعة التنفيذ. بتمنى هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.